مساء الخير، أهلا وسهلا بحضراتكم في قصر الأمير طاز. قبل ما أبدأ بالتعريف بالمكان، أنا بحب أشكر الدكتورة ناهد على المقدمة اللي قالتها، وهي كانت ليها دور كبير جدا في القصر في التوقيت اللي اشتغلت فيه معانا. وكانت بصراحة الصالون اللي بيقدم في قصر الأمير طاز كان له تأثير كبير جدا، سواء في الحياة الاجتماعية بالنسبة للمنطقة اللي احنا موجودين فيها، أو في الدور السياسي اللي بيعتمد على اختلاف الآراء، وكمان الدور الثقافي اللي كان بتستقطب فيه مجموعة كبيرة جدا من المثقفين المصريين الكبار. فهي كان ليها دور كبير جدا في التأثير القوي لقصر الأمير طاز في فترة تواجدها في الصالون، وافتقدناها وإن شاء الله قريب تبقى موجودة معانا ونعاود النشاط تاني. قصر الأمير طاز هو واحد من القصور المملوكية اللي بترجع لمنتصف القرن الـ14، بناه الأمير عبد الله الناصري طاز. والتلات أسماء دول مش اسمه الحقيقي، هو عبد الله لأنه هو ملوش اسم فأطلق عليه عبد الله، الناصري نسبة للناصر محمد بن قلاوون. طاز هي طائفة من القادة في الجيش المملوكي كانوا بيتقدموا الصفوف، كانت اسمها طائفة الطازية، فدي كان بيلقب بها القادة اللي بيتقدموا الصفوف في الحروب. القصر بني في المكان ده ليه؟ يعني ليه اللي بناه هنا؟ المكان ده كان بيعتبر في فترة الناصر محمد وأولاده اللي هم حكموا مصر حوالي 40 سنة. المنطقة دي كانت منطقة الأرستقراطيين في الفترة دي. كان ناصر محمد بيحكم مصر من القلعة، وبالتالي كان بيستقطب كل رجال الدولة بيسكنهم على بركة الفيل اللي هي اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. والبركة كانت بتبقى مواجهة لقصر الأمير طاز. وبعدين تطور المكان وبقى شارع اسمه شارع السيوفية اللي احنا موجودين فيه، ولسه بقاياه موجودة لحد دلوقتي. شارع السيوفية ده ليه اسمه السيوفية؟ لأنه كان بيستخدم في الحواصل، كانت بتصنع السلاح وبتبيعه. طب بتصنعه هنا بتبيعه فين؟ بتبيعه في ميدان الرميلة اللي هو قدام السلطان حسن والرفاعي. طب في التوقيت ده كان في حاجات غريبة جدا، يعني السلاح احنا عارفين تجارة السلاح دلوقتي لما بيحبوا يركزوا على سلاح عايزين يبيعوه، فبيفتعلوا حروب بين الدول، وتبدأ الدول أصحاب السلاح بتتصارع، والسلاح الأقوى هو اللي بيكسر بيعه على دماء الشعوب. فكانت برضه في الفترة المملوكية دي كان بيحصل ده. المحلات اللي بتصنع السيوف بتطلع بالسيوف بتاعتها على منطقة الرميلة، وتفتعل مشكلة بين المماليك، فيبدأوا يحاربوا بعض، يقتلوا بعض، فيبقى أنهي سلاح اللي انتصر. ده ملخص كلمة السيوفية. القصر لما اتبنى إلى جوار بقية القصور اللي موجودة، بناه على مساحة حوالي 8000 متر، ومقسم لثلاث أقسام. القسم الأول اللي هو ورانا ده على طول مباشرة، ده الحرملة، وده مخصص لسكنة الحريم، وله مدخل خاص بيه من الجانب اللي هنا، ده اسمه باب السر، ده بيدخل منه السيدات فقط، وبيجي من الشارع الخلفي والدخول السيدات فقط. وكان المنطقة دي فيها حجاب ما كانش بتبان. طب ليه كان بيدخلوا السيدات من هنا وليه السيدات مفصولين عن القصر؟ لأن القصور دي كانت قصور فتن. هو أمير صاحب القصر ده كان أمير 100، أعلى درجة في العسكرية، مقدم 1000 في الجنوب في الحروب، فبالتالي كان عنده عدد ضخم جدا من المماليك موجودين في القصر، وكان بيحل مشاكلهم، وقد تفتعل حروب جوه القصر نفسه، وفي صراعات ما بين المماليك نفسهم نتيجة لأن هما مش من جنسية واحدة، فكان ممكن جدا في أي لحظة يحصل حروب ما بين المماليك ويحصل دماء، فلازم تفصل الأسرة عن
المكان الخاص بالعامة الموجودين هنا. ده سبب الفصل، ان يكون في حراملك ولو ستراكشر معماري لوحده، والسلاملك اللي هو الكتلة اللي على اليمين دي اللي هو المقعد ده اللي هو اترلق عليه بعد كده في عصر عثماني سلاملك، انما هو اسمه مقعد. مقعد جايه من فكره الجلوس، الامير بيبقى قاعد في الدور اللي فوق وبينتظر الناس اللي بتجيله بمشاكلها عشان يحلها. طب اللي هو الامير ده كان درجته ايه؟ كان درجته امير 100. طب التسلسل الوظيفي بتاع المماليك في الفتره دي ايه؟ كان بيبدا من امير 5، وده مسؤول عن حمايه زوجة وأطفال الأمير. أمير 10 ده اللي بقى مسؤول عن حماية الأمير. أمير 40 ده أمير طبلخانة، يعني هو مسؤول عن الميوزيشن اللي بيعزف عشان يبقى معروف مين الدرجة الوظيفية اللي جاية. وبعدين أمير 100 ده بيبقى هو أعلى رتبة في العصر المملوكي، بيتقدم الصفوف ويبقى مقدم 1000. يعني هو امير 100 لكن بيتقدم 1000 فارس في الحروب. فهو كان وصل لدرجه امير 100، فتدخل في الصراع اللي بين اولاد الناصر محمد. لما الناصر محمد توفى اولاده الصغيرين بقوا يحكموا البلد، وكان اعمارهم السنيه ما بتتعداش 10 سنين، فكان لازم يبقى في وصي على السلطان. فهو كان في فتره صالح اسماعيل، واستمر هو اللي بيقود الدوله في الفتره دي. الفترة دي ما طولتش، وهو كان اتجوز بنت الناصر محمد وسكنت في القصر هنا. تكلفة إنشاء القصر في التوقيت ده كانت حسب ما المؤرخين ذكروا كانت 1000 دينار. يعني كان حوالي 1,000,000 دينار في التوقيت ده. برضه من درجات الثراء اللي كانت في القصر إن القبقاب اللي كانت بتلبسه زوجة الأمير كان ثمنه 1,000 دينار. لان هنا الكتله اللي فوق طبعا احنا مش شايفين الاستراكشر اللي فوق، لكن فوق دي مجموعه من بقايا الفتره نفسها. واهم جزء موجود هو الاستقبال في الدور الارضي. سيده القصر بتستقبل السيدات اللي بيقعدوا اقل من 4 ساعات. اما لو زادت عن 4 ساعات فبتستقبلهم في الدور اللي فوق اللي في الشبابيك دي. ده بيبقى فيه محيط من الناحيه دي ومن الناحيه دي فيه غرف، يعني ممكن الصبح نبقى نشوفها. الغرف ما زالت موجوده. ففي غرف للراحه بحيث ان هم يقعدوا، وبعدين لو حد عايز يرتاح يخش يرتاح جوه. طب ايه تاني من اسرار القصر؟ وده اخطر مكان في القصر هو الحمام. معروف في الفتره دي ان كان الحمام عام. كان في حمام للسيدات وحمام للرجال. وحماميات هم اللي بيحموا الناس في الحمامات دي. القصور بيبقى ليها حمام خاص بيها. فقصر الامير طاووس كان فيه حمام وموجود لسه ما زال باقي بالثلاث مراحل بتاعه. الغرفه البارده، وبعدين غرفه المساج، وبعدين الغرفه الساخنه. وبعد كده بيطلع من الغرفه الساخنه للمساج، وبعدين يطلع على البرد. ده موجود ما زال لحد دلوقتي. طب ايه خطورة الحمام ده؟ ان سيدة القصر بتدعو سيدات القصور المجاورة على حمام، وبتجيب اشهر حمامية بتيجي تعمل لهم المساج وتحميهم. ده لابراز جمالهم وابراز الزينة بتاعتهم ومعرفة اسرار القصور. ففي جلستهم كل سيدة بتقعد تحكي في الاسرار. في طواشي بيبقوا موجودين في القصر بيسمعوا ده. الطواشي اللي هم الحراس، الرجال اللي هم يعني لهم تواجد مع السيدات. الطواشي دول بينقلوا الاخبار لاسيادهم. فبتبدا هنا الفتنه ما بين القصور وبين رجال الدوله، والفتنه في السيده نفسها لان الست كانت مش باينه في لبسها. فكانوا دول بينقلوا تفاصيل. فكانت الغرفة دي يعني غرفة في منتهى الخطورة، وكان تأثيرها سيء جدا على القصور وعلى الحياة السياسية في التوقيت ده والصراعات اللي هي موجودة. وكانت بتستخدم كمان في القتل، لأن كان المغطس
المنقص بيبقى بالنسبه للرجال بيبقى سهل انه يطلع منه، انما المنقص بالنسبه للسيده لما بتنزل ما تعرفش تطلع منه. فمن الممكن سهل جدا القضاء عليها في المنقص، وده اللي حصل مع سيدات كتير في منهم شجره الدر. فالجزء ده كان جزء الاقامه. اما الجزء ده طيب نعرف البروتوكول بتاعه ايه؟ الامير قاعد وهو امير مين؟ طب جاي له من بره امراء بدرجات معينه، هيبداوا ينزل له ولا الثاني هيطلع له؟ لو هو اقل من امير 100 لازم ينتظره في الدور السفلي، لو هو امير 100 لازم الامير ينزل يقابله على البوابه. طب يعرف منين؟ بيعرف من الطبخانه اللي هم الميوزيشنز اللي بيعزفوا الدرجه الوظيفيه. مراسل. مراسل. فده كان موجود في مصر من القرن ال 14. ده بيدل على ان الفتره دي برده كانت من فترات الغنى القوي بالنسبه لمصر. الامير ده ما استمرش كتير، هو استمر في المكان هنا سنه وحصلت عليه مؤامره وتم طرده من مصر وراح مسك ولايه حلب. وهو في ولايه حلب هو كان فارس قوي ومعد للجيوش، فقدر يكون جيش عشان يحمي الثغور المصريه في الحدود المصريه. اوعزوا ليه للسلطان هنا ان هو بيعد جيش عشان يرجع يستولى على الحكم. فقالوا له خلاص ابعت جيبه وقول له يجي بثلاث فرسان بس. لو جه باكثر من ثلاث فرسان يبقى في الحاله دي هو فعلا جاي عشان يستولى على الحكم، ففي الحاله دي الجيش يطلع يرضى عليه. هو عشان يجي من حلب يوصل لحد حدود القلزم اللي هي السويس كان لازم يمر بقطاع طرق كتير جدا. فالجيش قالوا له ما نقدرش نسيبك تمشي ثلاث فرسان، هنوصل معاك لحد الحدود المصريه. وهما جايين في الطريق الجواسيس قالوا لهم ان هو متحرك بجيش جرار، فطلعوا عليهم منهم الامير شيخ وصاحب المسجد اللي هو في الشارع اللي بره ده، وده كان اقوى شخصيه في الفتره دي. فطلعوا عليه بجيش، ولما وصلوا له كان بقى هو والثلاث فرسان بس، فمش هيرجعوا يقولوا للسلطان احنا لقيناه. راح خدوه وودوه حبسوه في اسكندريه وكحلوا له عينيه، يعني اعموه. ففي الحاله دي لما كحل عينيه اضطر ان هو خلاص حياته السياسيه انتهت، فطلب من السلطان ان هو يمشي يروح في القدس، وراح في القدس وتوفى هناك. دي قصه الامير طاز والقصر.